السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 1، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الماثيماتيكس. النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ برانش مختلف تماما عن اللي احنا درسناهم الحلقات اللي فاتت. احنا الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على 6 ليكتشرز، خدنا الجبرا ليسون 1 و 2، خدنا كمان جيومتري، خلصنا برضو ليسون 1 وليسون 2، خدنا اكسرسايزز كتيرة جدا اباوت سيميلاريتي للناس اللي ما كانتش معانا واللي بيسمعنا لأول مرة. هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاعت كل الحلقات دي ان شاء الله في ديسكريبشن الحلقه تحت الفيديو مباشره. طبعا النهارده حلقه متميزه وحلقه مختلفه تماما على كل اللي فاتوا، عن كل اللي فاتوا ليه يا مستر؟ لان النهارده هنبدا برانش مختلف تماما اللي هو التريجنومتري يا اولاد. طبعا التريجنومتري ده برانش جميل جدا وحاجه شيقه جدا وممتعه جدا في دراستك للماث. طبعا هو مختلف تماما على اللي احنا اخدناه في الالجبرا والجيومتري. انت خدت تقريبا فكره عنه السنه اللي فاتت في موضوع المين اوف ذا تريجنومتريك ريشيوز اللي هو الساين والكوساين والتان في جريد تقريبا جريد 9. النهارده بقى الوضع مختلف تماما، هندرس بقى التريجنومتري من اول اي بي سي تريج. فتركزوا بقى كلكم معايا، خلي الكالكوليتر جنبك، لو مش معاك وقف الفيديو قوم هات الكالكوليتر وتعالى نفهم بقى التريجنومتري ده يا ولاد من اول الانجل. ايه موضوع الانجل؟ كلكم عارفين الانجلز طبعا. ايه هي الانجل؟ الانجل باختصار هي يونيون اوف تو ريز هاف ذا سيم ستارتنج بوينت. يعني لو عندي تو ريز زي اللي قدامك دول او بي ري او اي ري لازم يبقوا سيم ستارت علشان اقدر اقول ان دي انجل. طب كنا بنقرا الانجل دي ازاي يا اولاد؟ كنا بنقول انجل اي او بي، او كنا بنقول انجل بي او اي، او كنا بنقول انجل او على طول دايركت، صح ولا لا؟ جميل، ده اللي احنا كنا بندرسه قبل كده. وكنا بنقول يونيون اللي هو السيمبل ده. فلو قلت لك او اي ري يونيون او بي ري يديك الانجل اي او بي على طول. وساعات واحد يقول لي يا مستر انجل بي او اي، وساعات واحد يقول لي انجل او. ممتاز، ده اللي احنا خدناه قبل كده. ودرسنا كمان حاجة اسمها الديجري ميجر سيستم. يعني كلنا عارفين ان الوان ديجري ب 60 مينت، وعارفين ان الوان مينت ب 60 سكند. يعني لو قلت لك انجل مثلا زي 56 ديجري 48 مينت 17 سكند، الفورم اللي قدامك دي بنقول عليها ديجري ميجر او 60th ميجر عشان 60 و 60. جميل قوي، ده اللي انت درسته قبل كده. طبعا للأسف لو قلت لك الانجل دي اسمها انجل اي او بي وانجل بي او اي وانجل او، طبعا الريدنج بالنسبه لك هنا للاسف غلط. ايوه ما برقش، هقول لك غلط ليه. بصوا كده معايا بالراحه يا اولاد. طب احنا كنا بنتعلم قبل كده غلط؟ لا طبعا، انت لحد السنه اللي فاتت او لحد من قبل الحلقه دي يهمني جدا انك تقرا الانجل كويس، انجل بي او اي انجل اي او بي، ما عنديش مشكله خالص. لكن اول ما بنتكلم في حاجه اسمها الانجل، او هناخد دلوقتي حاجه اسمها دايركتد انجل، هل معقول لو قلت انجل اي او بي يبقى انا همشي كده صح؟ اهو ماشي من اي لحد البي يبقى اي او بي. لكن لو قلت انجل بي او اي يبقى انا همشي الناحيه الثانيه في الاوبوزيت دايركشن، يبقى قد بعض ازاي؟ عشان كده ظهرت حاجه اسمها دايركتد انجل. ده بدايه التريج يا ولاد، الدايركتد انجل ده اول ديفينيشن عندنا في التريجنومتري. طب ما تيجي نقول نفس الكلام بس بطريقه ثانيه. لو قلت لك ان الاو اي ري او بي ري ار ذا تو سايدز اوف ان انجل الفيرتكس او، طب ما تيجي نرسمهم. ادي او اي ري او بي ري، دي نفس الانجل اللي عملناه من شويه يا مستر. بص ركز معايا في حاجه مهمه جدا. ممكن انا قلت هنا الاو اي الاول، السايد اللي انا بقوله في الاول ده بسميه انيشيال سايد. بسميه ايه؟ انيشيال سايد. السايد اللي انا ببدا بيه اللي هو قال لك عليه او اي ري ده اسمه انيشيال سايد. السايد الثاني عشان انا عارف ان الانجل عباره عن تو سايدز، يبقى الفيرست دايما بقول عليه انيشيال. طب والسكند؟ بسميه تيرمينال، بقول عليه ايه؟ تيرمينال. يبقى ده انيشيال سايد عشان قلت او اي الاول، وبعدين او بي يبقى ده اسمه تيرمينال سايد.
يبقى ده اسمه initial، ده اسمه terminal. طب يكتبوا ازاي في الاوردر دي بير اللي هو البراكت؟ تقول لي مين الانيشال؟ او اي، تكتب او اي ري كوما. مين التيرمينال؟ اللي هو السادي الثاني اللي هو او بي ري. المنظر ده اوردر دي بير يا اولاد، ده كده معناه ان الفيرست سايد او اي هو الانيشال، الاو بي هو التيرمينال سايد. طب نقراها ازاي؟ طبعا لما تيجي تقرا الانجل بتاعتك بتقرا من الانيشال سايد، يبقى تقرا من الانيشال يبقى تبدا من الاي، تقوم تقول لي اي او بي، تقول لي انجل اي او بي، ده من الرسم. طب من الاوردر دي بير، ده الانيشال ابدا بالاي لان الاو هي الفيرتكس، يبقى تقول لي انجل اي او بي، سهله خالص اهي. طب رسمه تاني، لو عكست لك الاوردر دي بيرز بقى، قلت لك او بي ري واو اي ري، يبقى الاو بي هو الانيشال والاو اي هو التيرمينال. يبقى لما تيجي ترسم اهو، اكتب ارسم الرسمه اللي تعجبك، بس اهم حاجه او بي اكتب لي عليها انيشال. يبقى الاو بي مش شرط يبقى هنا، ممكن يبقى هنا او هنا، ما تفرقش مكانه فين، لكن يهمني الترتيب الاوردر يا ولاد، لان ده اسمه اوردر دي بير. يبقى الاو بي ري ده الانيشال سايد، والسايد الثاني نقول عليه تيرمينال سايد. طب لما تيجي تقرا الانجل، الريدنج بتاعنا هيبقى منين؟ جدع، من الانيشال. يبقى هقول انجل بي او اي. ينفع اقول انجل اي او بي؟ مستحيل طبعا، لان الانيشال هو الستارت بتاعي، زي هنا كده الانيشال اي، هقول اي او بي، ما ينفعش اقول بي او اي، غلط. هنا الانيشال عند البي، يبقى بي او اي. طب لو من الاوردر دي بير، شيل الاو مع الاو، يبقى تقول لي انجل بي او اي، هي دي الانجل بتاعتنا، بنقول عليها الدايركتد انجل. يبقى لما اقول لك الدايركتد انجل تقول لي لحظه يا مستر، فين الانيشال؟ فين التيرمينال؟ عشان كده لو خدنا اكزامبل بقى، هل الاو اي ري والاو بي ري هي نفسها او بي ري واو اي ري؟ طبعا امبوسيبل، الاثنين نوت ايكوالز. هنا تدي لك الانجل، ايوه، اللي هي مين؟ اللي هي اي او بي. هنا تدي لك الانجل بي او اي، هل الانجل دي هي الانجل دي؟ مستحيل، لان الاثنين دي ار ديفرنت اوردر دي بيرز. هنا الفيرست مش هو الفيرست، هنا السكند مش هو السكند، يبقوا ازاي الاثنين ايكوالز لبعض؟ خلي بالكم بقى، حلقه النهارده هي اصل تريج، عندنا فيه ديفينيشنز كتيره قوي. يبقى بمنتهى البساطه هتقول لي يا مستر كده انا تهت، هو في الامتحان هيقول لي؟ اه في الامتحان هيقول لك، تعالى هديك سؤال نطبق على اللي احنا قلناه. ادي اكزامبل 1، هنا بيقول لك انت اوبوزيت فيجر، الفيجر اللي قدامك ده الاي دي ري والاي اف ري هم دول الدايركتد انجل. قبل ما تبص على الرسم، يبقى الاي دي هو الانيشال، يبقى روح على الاي دي واكتب انيشال، اي اف هو التيرمينال، اكتب على الاي اف تيرمينال، خلصت. يبقى انا بعرف من هنا، يبقى الاي دي هو الانيشال، اروح جري الاي دي مكانه هنا، اكتب عليه انيشال، يبقى ده انيشال سايد. اي اف هو التيرمينال، يبقى ده اسمه ايه؟ تيرمينال سايد. يبقى الانجل ماشيه كده، ماشيه من رايحه من الانيشال رايحه للتيرمينال، يبقى تقول لي دي اي اف اهو، او تقول لي دي اي اف من هنا، الاثنين صح. طب كمان مره، الرسمه قدامك اهي. هنا بقى بيسالك، بيقول لك في الاوبوزيت فيجر مين ومين هم الدايركتد انجل او التو ريز للدايركتد انجل، انجل اكس او ري او اكس او واي. قال لك اكس او واي، تعالى من هنا نجيبهم بهدوء. هنا مثلا مش قلت دي اي اف؟ يبقى لما تيجي تكتب الاوردر دي بير، ابدا دايما بالاوريجين، ابدا ده الانيشال، ما تقولش دي اي، لا خد اسف الفيرتكس، ابدا بالفيرتكس، يبقى اي دي ري اي اف ري اهي. طب هنا هقول او اكس ري او واي ري هم دول، يبقى الاو اكس هو الانيشال، يبقى جري على الاو اكس اكتب انيشال، او واي هو التيرمينال، روح جري على الاو واي واكتب تيرمينال. ادي سؤال تاني، يبقى تخلي بالك من حته الانيشال وحته التيرمينال، ده اول ديفينيشن يا ولاد. في ديفينيشن تاني عندنا اسمه بوزيتيف اند نيجاتيف ميجر اوف ا دايركتد انجل. اي انجل ليها بوزيتيف وليها نيجاتيف ميجر، ازاي؟
لو انا قلت لك الانجل اللي قدامك دي اي او بي عشان ده الانيشيال، انا كاتب لك على ده الانيشيال، اوعى تقول لي انجل بي او اي. ادام كتبت لك الانيشيال على الاو اي ابدا بي، تقول لي انجل اي او بي ده الانيشيال، يبقى التاني اسمه تيرمينال. جميل قوي. انا هم طبعا انت لما تروح من الانيشيال للتيرمينال اهو، شايف الدايركشن ده؟ اهو شايف الدايركشن ده؟ انا كده مشيت من الانيشيال للتيرمينال. الدايركشن ده بقول عليه ايه؟ انتي كلوك وايز، يعني عكس عقارب الساعه. يبقى لو انا عملت روتيشن من الانيشيال للتيرمينال ده بسميه انتي كلوك وايز. ادي انا بتكلم على الانيشيال، دايما هو بالنسبه لي الهوريزونتال يا ولد، يعني ده الهوريزونتال لاين بالنسبه لي او الهوريزونتال ري. لو عملت كده يبقى انا كده مشيت من الانيشيال للتيرمينال. الانتي كلوك وايز بقول عليه بوزيتيف ميجر. طب لو عكسنا، ده الانيشيال برضو، ده الاني وده التيرمينال، كده انا همشي من الانيشيال للتيرمينال صح ولا لا؟ يبقى همشي كده، هقول انجل بي او اي. لو مشيت من الانيشيال للتيرمينال يبقى انت كده ماشي كلوكوايز. كلوكوايز يعني نيجاتيف ميجر. يبقى تاني بالراحه، لو انا ماشي كلوكوايز اهو، انا هجيب القلم اهو ونشتغلها مع بعض اهو بالراحه خالص اهو. انا همشي كده، لو مشيت في الدايركشن ده، الدايركشن ده على طول، يبقى ده بوزيتيف ميجر. لو مشيت في الدايركشن الاوبوزيت ليه، يبقى ده اسمه نيجاتيف ميجر. اتمنى تكون سهله، لازم تبقى عارفها من دلوقتي، اللي هو الكلوك وايز والانتي كلوك وايز. خلاص يا جماعه، الكلوك وايز يبقى نيجاتيف. كلوك وايز انا ليه بقول كلوك وايز؟ لان انت تمشي مع عقارب الساعه، ده اسمه كلوك وايز، اللي هو ده نيجاتيف. البوزيتيف يبقى انتي كلوك وايز. جميل، تعالى بالراحه ناخد يعني ندردش مع بعض دردشه ثانيه. بص كده، هنا لو الانجل دي اسمها سيتا، شايف هو عامل لك الدايركشن بتاعك ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ان الانجل دي كلها 360. طيب جميل قوي، لما تبقى الانجل دي 50 مثلا، كنتوا انتوا بتسموا الانجل دي زمان ريفلكس انجل، بس ما كناش بنتكلم على الدايركشن. لا، الدايركشن بقى النهارده مهمه قوي، عشان كده انا هتكلم على البوزيتيف ميجر والنيجاتيف ميجر. في حاجه بنسميها بوزيتيف ميجر وحاجه بنسميها نيجاتيف ميجر. البوزيتيف ميجر بيبقى عامل ازاي؟ يبقى الدايركشن بتاع البوزيتيف ميجر اللي هو ده اهو، اللي هو انتي كلوك وايز، ده بنسميه بوزيتيف ميجر. يعني الانجل اللي قدامنا دي اللي هو راسمها دي، الارو ده ماشي كده، يبقى الانجل دي بوزيتيف، يبقى لازم اللي بره ده يبقى نيجاتيف ميجر اهو، هيبقى عكسه، علشان الاثنين يدوني مع بعض 360. يبقى لو كنت بتقول عليها زمان اسمها ريفلكس انجل، كنا بنقول كده، كنا بنقول ذا ميجر اوف ذا، يعني لو اديتك مثلا الانجل دي 50 ديجري، كنا بنجيب الريفلكس ازاي؟ كنت بتقول لي والله يا مستر بعمل 360 ماينس ال 50، تطلع الانجل دي 310 ديجري. طب يا ترى 310 النهارده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو دي بوزيتيف يبقى 310 بالنيجاتيف، طب لو دي نيجاتيف يبقى 310 بالبوزيتيف. عشان كده ظهر عندنا حاجة اسمها ايه؟ نيجاتيف ميجر وحاجة اسمها بوزيتيف ميجر. حاجة اسمها ايه؟ بوزيتيف ميجر والنيجاتيف ميجر. فالبوزيتيف ميجر لأي انجل سيتا، لو أي انجل اسمها سيتا وعايز أجيب النيجاتيف ميجر، اعمل السيتا ماينس 360. تعمل السيتا ماينس كام؟ ماينس 360. يعني مثلا أنا بتكلم دلوقتي على النيجاتيف ميجر يا أولاد، لو عندي مثلا the negative measure of the directed angle 210، عايز اجيب النيجاتيف ميجر اعمل ايه؟ خد الانجل دي بدل ما ترسم واعمل ماينس 360، تطلع نيجاتيف 150. يبقى النيجاتيف ميجر تقول لي نيجاتيف 150، خلاص خلصت. طب لو عايز نيجاتيف ميجر لدايركتد انجل اوف ميجر 300، عايز نيجاتيف ميجر يبقى نقول الانجل دي ماينس 360. يبقى اي نيجاتيف ميجر خد الانجل اعمل ماينس 360، هتطلع بنيجاتيف 60 على طول. كمان مره، دي 100 ديجري، عايز النيجاتيف ميجر تاخد الانجل تعمل لها ماينس 360، تطلع نيجاتيف 260.
يبقى الصفحة دي بنتكلم فيها على النيجاتيف ميجر. لو الانجل سيتا بوزيتيف ميجر وطالب منك النيجاتيف ميجر، اعمل السيتا ماينس 360 تجيب النيجاتيف ميجر. تمام يا جماعه؟ تمام. نفس القصه لو هنتكلم برضو على النيجاتيف ميجر بقى المره دي اهو. لو الانجل دي ماشيه كده بالنيجاتيف، يبقى لازم الريفليكس تبقى عكسها بالبوزيتيف. عشان كده لو انت عندك نيجاتيف ميجر سيتا اسمها نيجاتيف سيتا وعايز تجيب البوزيتيف ميجر، اعمل بلس 360، يبقى هم عكس بعض. عايز النيجاتيف ميجر اعمل ماينس 360، عايز البوزيتيف ميجر اعمل بلس 360. ما هو بيقول لك بوزيتيف ميجر اهو، يبقى تعمل بلس 360. يعني لو الانجل دي نيجاتيف 210، عايز البوزيتيف ميجر نعمل لها بلس كام؟ جدع، نعمل لها بلس 300 على الكالكوليتر طبعا، نكتب 210 نيجاتيف 210 بلس 360 تطلع 150، يبقى الانجل اللي جوه دي 150. طب لو انا عندي انجل نيجاتيف 300 ديجري، عايز اجيب البوزيتيف ميجر، يبقى نعمل نيجاتيف 300 بلس 360 يطلع 60 ديجري، حطها لي هنا. طب لو دي نيجاتيف 100 ديجري، عايز البوزيتيف ميجر، اعمل ايه؟ جدع، اقول للنيجاتيف 100 برافو عليكي بلس 360 تطلع 260 ديجري. يبقى بمنتهى البساطه، عايز البوزيتيف ميجر خد النيجاتيف سيتا بلس 360. طب عايز النيجاتيف ميجر خد السيتا ماينس 360. يبقى احنا كده خدنا البوزيتيف ميجر وخدنا كمان النيجاتيف ميجر. طب ادي مساله قدامك اهو. هنا بيقول لي فايند ذا ميجر اوف ذا دايركتد انجل ان ايتش اوف ذا فولوينج. انا مدي لك ثلاث رسومات وطالب السيتا في كل واحده من دول. قبل ما نشتغل لازم تبقى عارف النيجاتيف ميجر هتاخد السيتا ماينس 360 اهي، البوزيتيف ميجر تاخد النيجاتيف سيتا بلس 360. طب بالراحه لازم اعرف الدايركشن ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا قلت كلوك وايز وقلنا انتي كلوك وايز. الدايركشن ده ماشي مع الساعه، يبقى دي اسمها ايه؟ كلوك وايز. كلوك وايز يبقى نيجاتيف على طول اهو، يبقى الانجل دي بالنيجاتيف. يقوم حضرتك تقول لي 42، انا عايز يبقى انا كده عايز. ما هو بص يا جماعه، انا يهمني اللي بره يا اولاد، اللي بره ده نيجاتيف ميجر ولا بوزيتيف ميجر؟ اللي بره ده بقى نيجاتيف ميجر. فين النيجاتيف ميجر؟ اهو. يبقى تاخد السيتا ده اهي اللي هي 42 ماينس 360 تطلع نيجاتيف 380. يبقى 42 ماينس 360 تطلع بنيجاتيف ميجر اهو. كمان مره، الري اللي بره ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ امشي معايا، ارسم يلا معايا اهو، ماشي كده انتي كلوك وايز، يبقى بوزيتيف، تبقى الانجل دي نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 53 بلس 360 تطلع 307. كمان مره، الدايركشن اللي انا عايزه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ رد، ده ماشي كلوك وايز، ماشي بالنيجاتيف، ارسم نيجاتيف. ادام ده نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف، يبقى انا عايز النيجاتيف ميجر، يبقى تاخد السيتا ماينس 360 تبقى 55 ماينس 360 تطلع نيجاتيف 305. كمان مره الحته دي معلش اهو، اكزامبلز ثانيه اهي، ما تنساش حط دايما البوزيتيف ميجر، النيجاتيف سيتا بلس 360، النيجاتيف ميجر تاخد السيتا ماينس 360. هنا الدايركشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ جدع، يبقى بوزيتيف اهو، الدايركشن ده ماشي كده بالبوزيتيف، يبقى دي نيجاتيف. فين البوزيتيف؟ اهو، تبقى تاخد نيجاتيف 33 بلس 360. انا قلت ان هم عكس بعض، ده بوزيتيف يبقى الانجل دي نيجاتيف، لو الدايركشن ده نيجاتيف يبقى الانجل دي بالبوزيتيف، يبقى انا هقول نيجاتيف 33 بلس 360. طب دي هنا الدايركشن ماشي معاك ايه؟ تمام، بوزيتيف، جميل اهو، ماشي معايا كده بالبوزيتيف. دايما اشتغل زي ما بعمل كده بالظبط، ادام ده بوزيتيف انجل يبقى دي نيجاتيف، يبقى تقول لي نيجاتيف سيتا بلس 360 اهي، يبقى نيجاتيف 125 بلس 360. يلا دي بقى مين يعمل دي؟ عايز الدايركشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اهو امشي مع السهم اهو، الدايركشن كده ايه؟ جدع، كلوك وايز اهو، يبقى نيجاتيف، يبقى دي بوزيتيف على طول عكس بعض، يبقى نيجاتيف 134 بلس 360. خلاص يا جماعه، انا عايز نيجاتيف، سوري، يبقى تاخد
تمام، تاخد ال 134 ماينس 360 تطلع بنيجاتيف 226. طب طريقة الغلابة بقى، في طريقة تانية غير دي خالص. بص كده معايا، أولا دي بوزيتيف ميجر صح؟ يبقى أنا عايز البوزيتيف، يبقى أعمل 360 ماينس 33 تطلع على طول. طب دي برضو عايز البوزيتيف، أعمل 360 ماينس 125 تطلع بوزيتيف أهي. طب دي ده نيجاتيف، يبقى تعمل تاخد الانجل دي بقى ماينس 360. يعني لو بوزيتيف اعمل ماينس 360. اتفقنا يا جماعه؟ لو بوزيتيف خد الانجل اللي عندك اعمل لها ماينس 360، ولو نيجاتيف تاخد الانجل بتاعتك ماينس 360. تمام؟ تاني بالراحه وما تستعجلش، شوف الدايركشن الاول. والله لو ده بوزيتيف هتبقى الانجل دي نيجاتيف، يبقى اكتب نيجاتيف الرقم ده بلس 360. لو ده دايركشن نيجاتيف يبقى الانجل دي بوزيتيف، يبقى تاخد الرقم ده ماينس 360. يبقى احنا كده اتكلمنا على البوزيتيف والنيجاتيف ميجر. في كمان ديفينيشن تاني، حاجه اسمها ستاندرد بوزيشن اوف ذا دايركتد انجل. يعني في شكل كده لما اشوفه اعرف ان الانجل دي في الستاندرد فورم او الستاندرد بوزيشن اوف دايركتد انجل. بص معايا كده، دول الاكسيز يا ولاد، هنا اكس اكس داش، هنا واي واي داش. لو اي انجل الفيرتكس على الاوريجين والانيشيال سايد على البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس والتيرمينال سايد في الفيرست او السكند او الثيرد او الفورث كوادرانت وتكون ماشيه في البوزيتيف دايركشن، يبقى دي اسمها انجل في الستاندرد بوزيشن. طب ما تيجي نفصصهم بالراحه. نمبر 1، لو الانيشيال سايد ده الانيشيال اهو على البوزيتيف دايركت، ده البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، ده اللي هو 1 2 3 4 اند سو اون لحد انفينيتي. دي اول واحده، لازم الانيشيال يبقى على مين؟ على البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، ولازم الفيرتكس تبقى على الاوريجين في الكوردينتس، تبقى هنا. يعني لو الفيرتكس هنا ما تبقاش انجل في الستاندرد بوزيشن، لو الفيرتكس هنا ما تبقاش انجل في الستاندرد، لازم على الاوريجين. يبقى لازم الفيرتكس لايز اون ذا اوريجين بوينت ان ذا كووردينيت اكسيز. يبقى الشكل اللي قدامي ده اهو هو ده الستاندرد بوزيشن. ممكن تبقى كده، لازم الدايركشن ده يبقى بوزيتيف دايركشن. يعني لو عكس لك السهم قول له لا دي مش في الستاندرد بوزيشن، لازم تبقى بوزيتيف دايركشن. الفيرتكس على الاوريجين، لازم الانيشال على الاكس، السايد ده مش مهم موجود فين بقى. كمان مره، ادي الفيرتكس على الاوريجين، ده الانيشال، ده بوزيتيف دايركشن، ده التيرمينال مش مهم. التيرمينال يجي على الواي، يجي الناحيه دي، يجي هنا، يجي في اي مكان، ادام بوزيتيف دايركشن يبقى ما عندناش مشكله. يبقى ده شكل الانجل في الستاندرد بوزيشن. ادي ديفينيشن تاني. نخش بقى على حاجه اسمها ايكوفالنت انجل. بص كده معايا، الانجل اللي قدامنا دي اسمها سيتا صح ولا لا؟ هتقول لي اه. طب يلا كده مع بعض، لو جيت انا من هنا لفيت لفه كمان اهو، بص المنظر ده كده، دي 30 اهو بالقلم اهو، هجيب لك القلم هنوضحها مع بعض عشان بس يبقى الموضوع سهل يا ولاد اهو. انا مثلا جيت هنا من هنا لحد هنا دي 30 مثلا، جيت لفيت لفه كمان 360. لا ده مش بس كده كمان، ده انا هلف لفه كمان، يبقى لفتين. الله، لا مش بس كده، ده انا ممكن الف كمان كذا لفه. الله، انت عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول لك بمنتهى البساطه، الانجل دي مثلا لو 30 ديجري وانا جيت من هنا لفيت لفه كمان، يبقى ال 30 بقت كام؟ انا وقفت لحد هنا، هي دي اصلا كانت 30، وبعدين لفيت لفه كامله 360 تطلع الانجل دي 390. يبقى الانجل دي هي الانجل دي، يبقى دي 390 ديجري. طب كمان مره، لو انا عندي انجل مثلا 50 ديجري وجيت عملت هنا مشيت راوند، اسميها راوند يا اولاد، مشيت راوند كامله 360، يبقى زود عليها 360 هترجع مكانك تاني، يطلع 410 ديجري. يبقى ال 50 ديجري ايكوفالنت ل 410. كمان مره، لو عندي انجل مثلا 100 ديجري، انجل 100 ديجري
وجيت مشيت لفة كاملة راوند على بعضها، هتطلع الانجل بتاعتك 420 ديجري، اسف 460، معلش 460 ديجري. كده يبقى انت قلت 460 equivalent لل 100 ديجري، يبقى الايكوفالنت انجل دي ممكن الف لفه كامله. طب لو واحد لف مرتين يعني ازاي يا مستر؟ مرتين يعني انا كنت واقف هنا عند 30 مثلا، عند 30 وبعدين مشيت 360 وبعدين مشيت كمان 360، هتطلع الانجل دي 750. اقدر اقول ان 30 ايكوفالنت لل 750 ديجري. تمام يا جماعه؟ تمام، الحته دي مهمه جدا. يبقى حته الايكوفالنت دي مهمه جدا اهو. بالراحه تاني كده نشرح بهدوء اهو. بص معايا هنا، الانجل دي اسمها سيتا، هنا السيتا بس لفيت لفه كامله، دي كلها 360. يبقى انا هقول الفيرست راوند هنا الانجل دي لو 50 اعمل 50 بلس 360، لو هي سيتا اعمل سيتا بلس 360. طب لو لفيت لفتين يبقى سيتا بلس 360 بلس 360 تبقى بلس 720. طب لو 3 يا اولاد يبقى 360 في 3 اللي هي 1080، يبقى سيتا بلس 1080. طب لو 4 يبقى 4 ملتبلاي 360 اللي هي 1440 اند سو اون. بس انا ماشي كده فين؟ كل ده بوزيتيف دايركشن. طب لو نيجاتيف دايركشن بقى يا اولاد، هتقول لي السيتا ماينس 360. طب لو لفيت لفه كمان في العكس الدايركشن مرتين يبقى سيتا ماينس 720. طيب يبقى دايما احفظ لي بقى، دول سهلين او ممكن نفهمهم. الفيرست راوند لو انا خدت لفه كامله من هنا لهنا ورجعت وقفت مكاني تاني، يبقى كانك ما اتحركتش من مكانك، يبقى الفيرست راوند 360. السكند راوند يبقى 720 اللي هي 360 في 2. الثيرد راوند يبقى 360 في 3 اللي هي 1080. الفورث راوند اللي هي 364 اللي هي 1440. مهمة جدا النوتس دي. يعني الانجل اللي هي مثلا 10 ديجري ايكوفالنت لمين؟ ممكن نزود عليها 360 تبقى 370، يبقى 370 هي 10. طب لو واحد زود 360 كمان تبقى 730، يبقى 730 هي 10. خلاص يا جماعه؟ عشان الحته دي مهمه قوي، هناخد عليها افكار كتيره دلوقتي. اكزامبل، the angle whose measure 60 degree في الستاندرد بوزيشن طبعا equivalent لانهي انجل من دول؟ يبقى 60 degree همشي عليها راوند كامله، اعمل 60 بلس 360 هتطلع 420. لو ال 420 مش موجوده هنا زود 360 تاني، يبقى 360 بلس 60 420 اللي هي نمبر دي. او العكس، تيجي على الانجل اللي هي اكبر من ال 360 مين؟ مش هي دي؟ يبقى هي دي الانسر، لانك لو عملت 420 ماينس 60 ترجع لاصلها تاني 360. اتفقنا يا جماعه؟ اسف معلش، دي 420 ماينس منها 360 تطلع ب 60، رجعت لاصلك، يبقى انت ما عملتش حاجه. يبقى يا اما تزود هنا 360 يا اما تماينس من الانجلز اللي قدامك 360. طب كمان مره هنا، the angle whose measure 585، امسك بقى الكالكوليتر في الستاندرد بوزيشن equivalent لانهي انجل من دول؟ اعمل يلا 585 ماينس 360. لما تعمل ماينس 360 هتلاقي الرقم ده 225 موجوده قدامك. يبقى هي نمبر سي، سهلة خالص اهي. كمان مرة، the angle whose measure 950 equivalent لانهي انجل من دول؟ امسك يلا الكالكوليتر اعمل 950 ماينس 360، مش هتلاقيها ماينس، هتلاقي رقم كبير. لما تعمل 950 ماينس 360 هتلاقي رقم اكبر من 360، ماينس كمان 360 هتلاقي الرقم 230. طب هل ال 230 موجود عندك هنا؟ هتقول لي لا، يبقى ماينس كمان 360 هتطلع نيجاتيف 130 اللي هي نمبر بي. يبقى انا ابقى فاهم الفكره، اعمل 950 ماينس 720 مره واحده تبقى 230، مش موجوده، ماينس كمان 360 كل مره بتماينس راوند لحد ما توصل للانجل اللي انت عايزها، عامله زي الريس بالظبط اللي في الاولمبياد يا اولاد.
هنا عايز تو انجلز، عايز بوزيتيف ونيجاتيف ميجر للانجل دي والانجل دي. ادم الراجل ده انا بسميه ادم الولد الجميل ده، دايما البوزيتيف ميجر اخد الانجل بلس 360، ده يقول تاني. عايز النيجاتيف ميجر خد الانجل ماينس 360. يعني انا عايز تو ميجرز الانجل دي، ما انا ممكن اعمل راوند في الدايركشن البوزيتيف او اعمل راوند في الدايركشن النيجاتيف. لو في الدايركشن البوزيتيف ازود 360، في الدايركشن النيجاتيف ماينس 360. طب ناخد ال 100، ال 100 عايز اجيب لها بوزيتيف ميجر يبقى بلس 360 تطلع 460. طب عايز اجيب لها نيجاتيف ميجر تبقى ماينس 360 اهي تطلع نيجاتيف 260. طب الانجل الثاني نيجاتيف 250، عايز اجيب لها بوزيتيف ميجر اعمل بلس 360 تطلع 110. طب لو طلعت نيجاتيف 110 اعمل بلس 360 كمان مره، لازم توصل لاول رقم بوزيتيف او اصغر رقم بوزيتيف هنا. طب عايز النيجاتيف ميجر لنيجاتيف 250 قول ماينس 360 يطلع نيجاتيف 610. يبقى لو طلب منك البوزيتيف ميجر اعمل بلس 360، طلب منك النيجاتيف ميجر اعمل ماينس 360. طيب يلا بقى الافكار دي مهمه قوي. عايز السمولست بوزيتيف ميجر لكل الانجلز اللي قدامك. يلا امسك الكالكوليتر. لما يطلب منك السمولست بوزيتيف ميجر يبقى اعمل دي نيجاتيف اعملها بلس 360 تطلع 298 خلصت. طب دي نيجاتيف 225، عايز السمولست ادام قال لك بوزيتيف اعمل بلس 360 وانت مغمض تطلع 135. طب دي 530 عايز السمولست بوزيتيف، يا ترى لو عملت عليها بلس 360 ده انت كده كبرت الانجل قوي. انا عايز السمولست بوزيتيف يبقى ماينس منها 360 تطلع 170. طب دي نيجاتيف 790 عايز السمولست بوزيتيف، دي اولا نيجاتيف ميجر، دي كام ميجر دي كده نيجاتيف ميجر، لازم تحول النيجاتيف ميجر ده الاول لبوزيتيف ميجر. يعني لازم نيجاتيف، اكتب كده نيجاتيف 790 على الكالكوليتر بلس 360 هيطلع رقم نيجاتيف. لا انا عايزه بوزيتيف اعمل بلس 360 تاني هيطلع نيجاتيف 70. لا انا عايزه بوزيتيف كل مره اعمل بلس 360 هيطلع في الاخر 290. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى لما يقول لك لو انت عايز فاهم وعايز تعمل بلس 720 هتطلع نيجاتيف 70، اعمل بلس 360 كمان مره تطلع 290. يبقى السمولست بوزيتيف ميجر لازم تطلع بوزيتيف ميجرز يا شباب. كل دي نوتس مهمه قوي لازم تعرفها كويس جدا في ليسون 1 في التريجنومتري. عندي حاجه ثانيه مهمه اللي هي انجل بوزيشن ان كوردينيت بلين. كلنا عارفين اللاتس او الاكسيز يا اولاد الاكس والواي. بص بقى انا عامل لك خريطه هلخص لك الدنيا كلها. اولا ده من هنا لهنا دي 90 ديجري، دايما ببدا من الرايت هاند سايد يا اولاد اللي هو اسمه الزيرو لاين. الانجل هنا دايما بزيرو في الستاندرد بوزيشن البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، دايما دي 0 ديجري. وهنا 90 يبقى دي بقت 90، وزودنا كمان 90 تبقى دي 180، وزودنا كمان 90 تبقى 270، وزودنا كمان 90 يبقى 360. هتفضل معاك الرسمه دي لحد ما تخلص تعليم. تمام كده؟ تمام. ده الفيرست كوادرنت، ده السكند كوادرنت، ده الثيرد كوادرنت، ده الفورث كوادرنت. فلو انا عملت لك تيبل زي اللي قدامك ده بقى يلا مع بعض، وقلت لك الانجل دي مثلا 213 دي في انهي كوادرنت؟ هترسم على طول قدامك ال 213 دي بين ال 180 وال 270، يعني موجوده هنا، تبقى في الثيرد كوادرنت. طبعا ده الفيرست سكند ثيرد فورث زي ما احنا عارفين. دي 132، ال 132 بتوين كام وكام يا باشمهندس؟ جدع، بتوين ال 90 وال 180 يبقى سكند كوادرنت. طب دي نيجاتيف 310 موجوده في انهي كوادرنت؟ تقول لي وقف يا مستر، ده المفروض كل الانجلز دي بوزيتيف. جدع، يبقى المفروض اجيب البوزيتيف ميجر الاول للرقم ده، يبقى نكتب نيجاتيف 310 على الكالكوليتر بلس 360. لما تكتب على الاله نيجاتيف 310 بلس 360 هتطلع الانجل بتاعتك 50 ديجري. ال 50 موجوده فين هنا؟ هتقول لي موجوده في الفيرست. كمان مره
اعمل نيجاتيف 12 ديجري في انهي كوادرانت؟ هتقول لي استنى يا مستر اجيب الاول البوزيتيف ميجر، هعمل نيجاتيف 12 بلس 360. لما تكتب نيجاتيف 12 بلس 360 تطلع 348. طب ال 348 موجوده فين؟ جدع، في الفورث كوادرانت، مهمه جدا. طب ال 270، هسكت شويه عشان انت تجاوب بقى، فين ال 270 يا اولاد؟ واحد يقول لي يا مستر موجود على الواي اكسس. لا انا عايز الكوادرانت، الكوادرانت بصوا بقى، الزيرو، ال 90، ال 180، ال 270، ال 360 والايكوفالنت ليهم. اي انجل من دول بقول عليها كوادرانتال انجل، اقول عليها ايه؟ كوادرانتال انجل. يلا ريبيت افتر مي كده، كوادرانتال انجل. كوادرانتال انجل يعني الانجل دي موجوده على الاكسيز، لا هي فيرست ولا سكند ولا ثيرد ولا فورث. 964 هو في هنا اخرنا 360، يبقى لازم اخد الانجل دي واجيب لها الايكوفالنت، اعمل 964 ماينس منها 360 تطلع 604 يا مستر، ماينس كمان مره طول بالك تطلع 244. طب ال 244 موجوده فين على اللاتس؟ هتقول لي بتوين ال 180 وال 270، يبقى في الثيرد كوادرنت. نيجاتيف 1070 ده، طب ده نيجاتيف ميجر، لازم احوله الاول لبوزيتيف ميجر صح ولا لا؟ هعمل بلس 360 هيطلع نيجاتيف برضه، اعمل بلس 360 كمان مره يطلع نيجاتيف، اعمل بلس 360 يطلع ب 10. طب ال 10 موجوده في الفيرست كوادرنت، يبقى خلاص خلصت فيرست دي عشان لو جات لك في الامتحان. هنا بقى ممكن يسالني بقى سؤال ام سي كيو زي ده، ذا انجل هوز ميجر نيجاتيف 50 ديجري، يا ترى في انهي كوادرنت؟ متفقين بقى خلاص لازم الاول الانجل دي تبقى بوزيتيف ميجر، يبقى نعمل نيجاتيف 50 بلس 360 تطلع في الاخر 310، اسف 200، دي 310 انا اسف يا اولاد، دي 310. طب ال 310 دي موجوده فين؟ انا هجيبها لك اهي، معلش الانجل دي، دي 310، نصلحها بس مع بعض كده اهو، دي كده الانجل دي كده 310. طب ال 310 بص معايا كده موجوده في انهي كوادرانت؟ موجوده عندك في الفورث، يبقى على طول تختار الفورث كوادرانت، لا مش الثيرد، الانسر يا اولاد اللي هي دي الانسر الصح، هي في الفورث كوادرانت، معلش يبقى نيجاتيف 50 يبقى دي هي اللي صح يا اولاد، الاجابه دي هي اللي صح مش الثيرد كوادرانت، انا صلحتها معاكم اهو. يبقى دلوقتي لما تيجي تحلها بالراحه خالص هتعمل ايه؟ الانجل دي نيجاتيف ميجر، اعمل بلس 360 يبقى 310 زي ما قلنا، ال 310 موجوده في فورث كوادرانت، يبقى اتعلم على الفورث على طول. انا عفوا مش دي الاجابه يا ولد، الاجابه نمبر 4 اللي هي نمبر دي كده. يبقى احنا خلاص خلصنا النهارده درس مهم جدا عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الدايركتد انجل. طبعا الدايركتد انجل اسمع الحلقه كويس جدا، لان طبعا كل اللي جاي في التريج يا اولاد مبني على الجزء ده، لو في حاجه مش مفهومه اكتب لي في التعليق اسفل الفيديو وانا ان شاء الله اشرحها لك الحلقه اللي جايه باذن الله. عايزين افكار تاني نشرح مفيش مشكله، عايزين مثلا ناخد اكسرسايز تاني نعمل اكسرسايز تاني على الحلقه دي، المهم تبقى فاهم الجزء بتاع الدايركتد انجل ده كويس جدا. الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله هناخد مع بعض الجبرا، وبعدها هنمشي بالترتيب بقى يا اولاد، حلقه الجبرا، حلقه جيومتري، حلقه كالك، حلقه تريجنومتري. يلا شد حيلكم الدراسه خلاص هتبدا، انا عايز بقى الناس كلها تذاكر كويس، تمنياتي القلبيه لكم كلكم بالتوفيق، اسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.